يشتغل باستراتيجيات الاسفين في دار الاسفين مره دخل في الايموشنال وصار يحكي عن الايموشنال انتليجنس از تولز تفعل صارت الايموشن ريسورس انتاجبل بس الايموشنز اللي هي الجزء الثاني من الاي الايموشنز ايضا نوعين في بوزيتيف في نيجاتيف خلينا نعطي امثله على المشاعر السلبيه ان شاء الله ما تكون موجوده في الاساسات احباط قلق توتر غضب زعل قلق زهر ملل نيجاتيف طيب حب احترام تقدير تعزيز تختلف النتائج بغض النظر عن الفور امس فلذلك وجد الان حتى لو هذول العشره من هلا نجيب سيرتهم او التسعه اهم واحد فيهم المورد البشري وحقيقه المورد البشري المؤمن برسالته حتى في الايام التسعه مش شغال ولو التسعه كلهم موجودين والمورد البشري مش مؤمن مش راح يشتغل لذلك اهم استثمار حقيقي هو المورد البشري هو هذا الاستثمار الحقيقي يعني بس جاستيفيكيشن ليش تقرير ليش المورد البشري هو المورد الاهم يعني انا في عدة محاور، أول شيء أي مورد عندنا الموارد المورد المالي والمادي، المورد البشري والمورد المعرفي والتقدم. المورد المالي الآن صار ولا أسهل منه، قروض وتضامنات أو تحالفات بعمل رأس مال ضخم. بالنسبة للمورد المادي ما دام عندي فلوس بشتري. المورد المعرفي والتقني برضه موجود. لكن هذه الموارد ما لها قيمه اذا ما في انسان يديرها هذا اولا. ثانيا اللي صنع هذه الطاولات في مصنع على قالب واحد قسم بنفس المعايير ونفس الماتيريال وحطهم هون وبالتالي الطاوله هاي زي الطاوله هاي زي مليون طاوله قصوا في نفس المصنع. لكن مستحيل تلاقي بني ادم زي البني ادم الثاني حتى الايدنتيكال توينز. وبالتالي هنا بيقتضي معاملة خاصة لهذا الإنسان عن هذا الإنسان لكن بعامل هاي الطاولة زي هاي الطاولة. الشيء الثالث إنه ما في عملة جيت أنا على الطاولة وحطيت عليها الكتاب أو الإشي وقالت اليوم مش جاي على بالي أشتغل أو جيت على الكرسي قال اليوم تعبان والله يقوم عني ما عندها الحالة المزاجية هذه لكن الإنسان عنده هذه الحالة المزاجية اللي بتستدعي أن أتعامل معها اليوم غير امبارح وبكرة غير اليوم وبعد شوي غير الآن وبالتالي من هون اصبح هو المورد الاهم لانه له حالات وهو الذي يدير الموارد الاخرى، يعني مش قضيه انه لانه احنا ناس منحازين لانفسنا. اشكرك. بس بالنسبه للفور هاندز انت قلت انه دي ار دي ار بلانز مضبوط؟ لا هو المان باور انا بقولها يعني بدنا نيجي نحط نحولها للتالي بنحولها هاي المان باور الى ثلاث شغلات يعني انا كمدير وعندي موارد بشريه لازم عندي ثلاث شغلات النمبر اللي بحتاجه لتحقيق اهداف مش هيك مش في نمبر انا محتاج في المؤسسه مثلا 10 مدرسين بخلاف خمسه فصار في كوانتيتي اوف ذا هيومن ريسورس في عندنا السكيلز اللي بتمتع فيها وفي الميجر تبعه يعني انت كمدير موارد بشريه او كمدير بدك عندك موظفين لازم تحدد العدد والتخصص والمهاره يمكن انا محتاج اثنين في الاي تي هذا التخصص بس واحد منهم بده يكون مثلا سوفت وير ديفلوبر وواحد ثاني بروجرامر فصرت ادخل انا كومبتنسز وسكيلز وهكذا اوكي لكن هي هذه كلها راح تخدم هذول الريسورس اوكي فايضا حط الانرجي اللي راح يجيها من الكوتشنج مش الانرجي الطاقه وان كان الطاقه الماليه لكن انا بتحدث عن الانرجي اللي ماكسمايز بوتنشال عرفت الكوتشنج الانرجي هي الطاقه الداخليه وهي راح ندخل فيها ونشوف انه كيف احيانا مع عنصر معين بيستخدم موقف غير بيستخدم موقف اخر وعنصر بشري اخر لذلك الانرجي اصبحت مورد يدار بالسايكولوجيكال كوتشنج وهذا المفروض الليدرز يتقنوه سايكولوجيكال كوتشنج ان شاء الله اذا اليوم بدنا نعمل جلسه كوتشنج فاين او بكره صباحا قبل البرزنتيشن بنعمل كوتشنج ايضا التي مينلي ارتبطت مع التايم تكنولوجي تايم تكنولوجي لان التايم از فاليوبل ريسورس واحد اهم الموارد هي الزمن واصبحت التكنولوجي مربوطه في انها عم بتسرع عنصر الزمن الان اخطر مشروع استراتيجي في اي دوله المفروض الحكومه الالكترونيه المفروض عشان تصير الدولة متناهضة ما فيش داعي اتحرك للجوازات بعدين اروح ادفع على البنك بعدين اروح انا المكان اللي بدير الامور فخلص التايم فاصبح التكنولوجي بدير التايم وفي اي شركة اخطر مشروع استراتيجي هي الاي ار تايم الارشيف الالكترونية لقاعدة البيانات عشان يسهل الديسيجن ميكينج على صاحب القرار واتفقنا على الانفورميشن والداتا والى اخره والانفورميشن موارد المعلوماتية جزء مهم جدا
وهون لازم ناخذ بالنا من عيوب الانفورميشن. لذلك بقول لك عيوب الانفورميشن the two ends of information, the two ends is a kind of incomplete. This is the first end. What about the decision? You had incomplete information. Bad decision. أو wrong decision. أو wrong decision اتجاه مختلف تماما. أو قد تكون يمكن complete but then inaccurate. فإذا هاي كمان كلها مسؤولية يمكن دائرة الـ IT. بس الـ IT عبارة عن إيش تعمل؟ داتابيس. في كثير شركات عندها داتا بس ما عندها انفورميشن من داتا فايل. يعني في كثير شركات عندها lots of data بس حقيقة مش ماخذين جميع الانفورميشن لـ certain situations. يعني أعطي مثال، أنا اشتغلت فترة على حادث الثلوج وأحمالها على المنشآت، رحت على دائرة الأرصاد، في ريكوردينج. في ريكوردينج بس ما في ريكوردينج للمناطق بالسماكات في سنوات مختلفة. يعني والله سمعت الثلج في عجلنا بس 1985 كان هذا ما في. طب احنا بدنا لانه السماكه بيتم تحويلها له، ما فيش. طب شو اسوي؟ خلص عطى الريسيرش. طب في داتا؟ ما في. الداتا بدها كولكشن وبدها ستوري وبدها فورميليشن هذا. بدها توسيع. فانا طلعت صار هو اصلا ما جناش واحد يسال عن هيك شغله عشان يعمل لها باب. طب انا اضطريت، خصوصا لما صارت مشكله في عمان انهيار المنشآت الفلانيه بسبب احمال الثلوج، ستيل ستراكشرز انهار بسبب احمال الثلوج وصار في لابد من دراسه. فما فيش داتا، فيش كذا، بس في مشاكل. فاحيانا قد يكون هنالك داتا بس ما في انفورميشن تو جيت فروم. فاصبحت هاي جميع الموارد، وبتاكد ان المورد البشري هو اهم مورد. نتناقش في بعض التحديات وبعدين ناخذ تضيف. ممكن دكتور اللوائح والانظمه احيانا تكون يس اللوائح والانظمه راح تخدم هاي الريسورس وتفعلها وتشكلها. فين في المنظومه كمدخلات عامه؟ يعني مثلا تفضلت ماشين ماني مانجمنت 3 اي اللي هي انفايرمنت وايش؟ ايموشنز انرجي انفايرمنت. بس البوليسيز احيانا تكون عائق واحيانا تكون هاي يجي طبعا هذا راح اجي انا الاستراتيجيز والبوليسيز والبروسيجرز والربط بينها. في النهاية في هدف مؤسسي واستراتيجيات مؤسسية بدنا نحافظ عليها، والمورد البشري هو اللي بده يشتغل عليه. ويمكن أشار الدكتور إلى موضوعين بهمني في الموارد البشرية بصراحة، أقرأ الكارير باث لكل موظف. لأنه أنا الكارير باث هو خلاصة إيش؟ كيف بدي أوصل أهداف هاي الدائرة من خلال كومبتنسز موجودة في الكارير باث، وكل شخص لازم يعرف الكارير باث تبعه حتى يتنقل بأريحية. بس عشان الكارير باث يمشي لازم في تريننج باث مرن، ولا لا؟ وانا عندي مسار وظيفي طبعا عندي مسار تدريبي. فنفرض انه والله المسار الوظيفي انا بعد 5 سنين بدي اصير رئيس قسم مثلا كذا. طب ما هي الدورات اللي لازم ياخذها خلال 5 سنين لما يصير رئيس قسم مؤهل، مش لما يصير رئيس قسم احاول ادور على دوره. يعني مشكله اذا انا بصير المسار التدريبي رد فعل لمسار وظيفي. المسار التدريبي والمسار الوظيفي بيمشوا بالبرلين. عشان اضمن انا العمل المؤسسي يقول ماشي صح، ويمكن 90% فيها المشاكل. يعني عدم وضوح الكارير باث والتريننج باث بده يكون باغي تسرب الكارير باث عشان تكون الامور. من هون جاء دور مدراء التدريب في المساعده في اخراج مسار تدريبي يخدم مسار وظيفي اللي في النهايه الاثنين يخدموا استراتيجيات واهداف مؤسسيه تكون موجوده. خلينا من واقع الجامعه، من واقع الجامعه قبل هاي النقطه بدي احكي احنا عاصرنا حقيقه قضيه التدريب الاي سي تي للمعلمين قبل فترة. بجوز هي حقيقة نجحت المسار التدريبي ورمزوها بمسار وظيفي. جميل. قبل يعني أنا 18 سنة مش في كلية التربية والتعليم، كل الدورات كانت حكي فاضي، ما فيش لهاش أهمية، حتى في كلية التربية كانت الدورة اللي تتجاوز 13 عام. لما صارت الدورات يعني طبعا أنا كان بالنسبة لي باحث باخد أي شيء. كان كثير من المعلمين يفضلوا احنا جايين اخر عمل بنتعلم الحاسوب جاي كذا، كان الدكتور خالد طوفان لما اجوا ربطوها بحافز مادي وان كان مش كبير لكن هو امام المعلم كبير وجزء وربطها بمسار وظيفي بمعلم معلم اول معلم ثانية صار في تسابق، صار فعلا في دورة رئيس الدلال، بعدين في انتباه في انتبهين ممكن تطورنا وصلنا معلم خبير، وهذا التطور كمان يرافق التطور المادي فنجحت. لكن قبل كان كثير شغلات ما نستبش. هاي بالنسبه للجوانب، بس في بدي احكي كمان اول شغله
حقيقة من جزء طلب منها على مستوى شخصي. في دورات احنا ما بنكونش عارفين اهميتها، يعني مضبوط احنا كنا نروح مثلا غصب عنا. بذكر انا كنت قيم مختبر في احد المدارس، حطوا لي دوره للدفاع المدني. ما كنت اعرف اهميتها، ما كان معي سياره، كنت امشي مسافه، كان الجو شتاء، دوره 6 شهور يوم بالاسبوع. وانا رايح اسد بعدين السبني واللي حطني واللي كبابير، قال انا حطيت، ما فيش عندي اهميه الدوره هاي. بس بدات صفات اوليه. وفعلا اخذت الدوره بكامل تفاصيلها، وكنت انا حتى ايام بكون موجود من ثانيه مش داخل. صح. حدث انه في لحظه ما في دقيقه ما في جانب ما بنتي فقدت التنفس. لما اسعفتها اذا انا رجعت يعني هاي الدوره ممكن تكون حياتي ترجع حياه بني ادم ترجع تنفس اجتماعي وكذا بشيء انت ما فيش دفاع ما نمشي جبهه تطلعه ويسكت. صحيح. وانقذتها شعرت بقيمه الدوره حكيت انا قبل 15 سنة كنت اسد بعدين بعدين كذا فعلا كانت اهم دوره غير. فالان جبت القصه انه المتدرب مش واضح فيه انه اثر الدوره عليه. الدوره لما تكون لها اثر فهاي بصير جزء منها بنرجع للاستثمار واستثمار مؤسسي. صحيح صحيح. وقد يكون استثمار على المستوى الشخصي. يعني مرات بيسالوا يا اخي قديش الدوائر تقول على طيب استفيد شخصيا انت تقدر تطور حالك ثاني مصلحتك مصلحه عائلتك بيتك اهل بيتك احيانا هو لازم يكون صح والاصل الاصل انا بفصل اهداف اساسيه من خلال بطل اهداف الموظفين حتى نضمن الولاء. وعلى فكره هاي في نقطه ضعف في الموضوع هذا انه مثلا انا بتكلم عن الكويت مثلا لما يبعثوا الموظفين ما بيسالوا عن الاهداف هم بياخذوها كاجازه يعني الموظفين اللي بيروحوا مدين الدورة كإجازة وما يعني لأنه هم مش عارفين البعد إيش الهدف من ممكن مدرب أول سلايد يوضح الناس عن هذا بالضبط الجهة اللي بعدين يا لا التعاون على الإشارة هي تقول استراتيجية التعاون على الإشارة على الاشهار لما فخلي علاقه كمدرب وثيقه على الاشهار عشان تعرف ايش الارقام اللي بدهم اياها الى اخره حتى تكون الامور ماشيه صح. خلينا نعمل شوي ورشه بسيطه وبعدين نفسر منها الى التحديات اللي تواجه مدراء التدريب واحنا هاي الدوره بالنسبه لها الجزء الثاني هو مدراء التدريب. فبدنا ما هي التحديات على مستوى الجامعه اللي بتواجهكم كموارد بشريه؟ تخيل في اداره الموارد البشريه ما هي اكثر 3 تحديات تواجه الجامعه في اداره الموارد البشريه؟ اداره الموارد البشريه بعدين نفتح النقاش وندخل على اهميه التدريب في العلاج. خلينا ورشة عمل بدنا نشوف ما هي الامور اللي بتواجه داخل الجامعه كتحديات بس بالمورد البشري بالموارد البشريه. فكيف هي اكثر 3 تحديات تواجهونها في اداره الموارد البشريه؟